كاميرات مهمة في الشوارع، في المحلات، تسيطر على المحلات، تسيطر على الشوارع، تسيطر على سير تراقب المواطنين. يعني تحد ايضا من حده المخالفات والجرائم؟ اي طبعا طبعا تحد. يعني طبعا المجرم يخاف لانه مصور. حاليا وقتنا هذه الكلمات كلش مهمه، يعني بالتقاطع حاليا لازم يصير حادث لا سامح الله، يصير مشكله، يصير شيء، كاميرا موجوده تسجل كل شيء. وبالحالة المستشفيات او مستشفيات تسجل حاله المريض، تراقب المريض هم يعني بيها، والمحلات ايضا يعني تجنب المشاكل، تجنب الشغلات، فكلش مهمه الكاميرات. يعني هسه ما سرقه ما سرقه ما يقدر يسرق، لان يعني كاميرا اللهم ربي الا اذا لابس كمامة ومتلثم هذا ايه حوادث مخالفات ايه تصير ايه تمسك عليها، يمسك عليها على الكاميرا يمسك. ما المهم يتابعون المدينه كلها خلال ايه طبعا هاي احسن كاميرات، اذا كل المحلات والافرع القطاع شو اسمه الاشارات الضوئيه. والله هي ضروريه يعني الكاميرات، بس مع المواطنين على الحكومه هم يخلون، حتى اذا يصير شيء يعني يتراسل يطلعون على الشخص عليه.